النقطة الأولى، النقطة الأولى تتمثل إيه؟ إيه يعني حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان دي مصطلح مركب، مصطلح مركب من حق والإنسان. هناك تعريفات كثيرة لهذا المصطلح، ولكن ممكن يكون هذا التعريف هي الحقوق التي تتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا مبررا عن أي وصف. ممكن نقول إن حقوق الإنسان هي الحقوق التي تتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا مبررا عن أي وصف. إذا الفكرة الجوهرية في حقوق الإنسان هي مجموعة حقوق. هذه الحقوق يتمتع بها الإنسان استنادا إلى طبيعته الإنسانية مبررا عن أي وصف. بمعنى ايه؟ مبررا من هل ذكر او انثى، كبير او صغير، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الطبقه السياسيه او الدين، بغض النظر عن الجنسيه. هي حقوق بنتمتع بها استنادا الى طبيعتنا الانسانيه. احنا لينا الحق، الحق في الحياه اشهر مثال، الحق في الحياه حق من حقوق الانسان. عندما تتمتع بحق الحياة استنادا لطبيعتك الإنسانية، بغض النظر عن النوع، الجنس، اللون، طبيعة النظام السياسي، طبيعة النظام الاجتماعي، الغنى، الفقر، الدين، السن، الوظيفة، لا تضيف أي وصف آخر. يبقى إذا مجموعة حقوق يتمتع بها الإنسان استنادا إلى طبيعته الإنسانية بعيدا عن أي وصف. في فكرة جوهرية في حقوق الإنسان. هناك تعريفات كثيرة جدا، ولكن هذا التعريف بيوضح أو بينطلق أساسا أو مبنى أساسا على المفهوم الجوهري أو الأصل لحقوق الإنسان، إن هي مجموعة حقوق نتمتع بها استنادا لطبيعتها طبيعتنا الإنسانية، ونسب حتى مصطلح حقوق الإنسان. نأتي للجزئية الثانية. هذه قضية حقوق الإنسان قضية بتشغل كافة المجتمعات. إن لو عملت حصر هذا المصطلح في يوم واحد باستخدام السياقات المختلفة ممكن تجد مبللات لآخر النهار. مش مبلل واحد، لا مبللات. هتجد إن هذا المصطلح بيستخدم في لغة القانون، لغة السياسة، لغة المجتمع، يعني استخداماته في اليوم الواحد متعددة وفي أوجه متعددة لأن متعلق بالطبيعة الإنسانية. يبقى مرة أخيرة، هي الحقوق التي تتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا مبررا عن أي وصف. هذا المصطلح بيتردد استخداماته كثيرة في سياقات متعددة، في لغة النزاع، في لغة التلفزيون، في اللغة الإعلامية، في اللغة السياسية، في اللغة القانونية، بصفة يعني متكررة ومتعددة. قضية حقوق الإنسان وكيفية تعزيز تمتعه بها، حقوق طبيعية تتمتع بها الإنسان. مشكلة حقوق الإنسان وكيفية تعزيز تمتع الأفراد بها وحماية الدولة هي قضية بتشغل كافة المجتمعات وتتناولها الدساتير الوطنية، الاتفاقيات الوطنية، الاتفاقيات الإقليمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية بقى عايزين نشوف طبيعة حقوق الإنسان. فيما يتعلق بطبيعة هذه الحقوق حقوق طبيعية في مصدرها الطبيعة الإنسانية، مصدرها الطبيعة الإنسانية، يعني استنادا أنك إنسان تتمتع بمجموعة الحقوق الإنسانية اللي بيطلق عليها الحقوق الإنسانية. هل هي حقوق غريزية ولا مكتسبة؟ لا، هي حقوق غريزية لأنها متعلقة بطبيعتك الإنسانية. ولكن السؤال بيطرح هذا، فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون وحقوق الإنسان. القانون لا ينشئ حقوق الإنسان، إنما ينظم تمتع الأفراد بهذه الحقوق. القانون مش هو مصدر الأساس لحقوق الإنسان، لا. الحق في الحياة مصدره طبيعة الإنسانية، أما القانون بيعمل إيه؟ بيحمي الحق في الحياة. الحق بيعمل إيه؟ حق من حقوق الإنسان، أما القانون بيعمل إيه؟ بيحمي الحق في الملكية، بينظم الحق في الملكية. من ناحية كيفية حساب الملكية، التصرفات المالية الواردة على الحق في الملكية والحدود وهكذا، في حال من الاعتداء على هذا الحق كيف نحميه؟
سواء استنادا للطبيعه الانسانيه ولكن قويه تدخل في تقسيم هذا الحق. ننظم سن الزواج، الاعصاب الديمقراطيه وعقد الزواج، الحكم الاحد وحكم الزوجين، الاعصاب الناشئه عن العقد. اما الحكم ده شيء الحق في الزواج انما يتدخل في التنظيم. واذا دخل في التنظيم في نظام ايه؟ في نظام ثابت للنظام الحكومي الموجود في المجتمع. احنا عندنا مجتمع فيه متاسف دايما نظن الحكم الشخصيه متاثره بالدين. فتجد بالنسبه للمسلمين احكام الزواج معروف، بالنسبه للاخوه غير المسلمين حقوق احكام الزواج معروف. القانون ينظم حق الزواج بس ما فيش نص يمنع الزواج، ما ينفعش. لان هيتعارض مع اصل تمتعك بالحق انما ينظم سن الزواج، الاعصار المترتبه، كيفيه كتاب عقد الزواج، يقول لك عشان اعترف بالزواج والاعصار المترتب احنا عايزين وظيفه رسميه وامام موظف عام مختص واعصار كذا كذا. انت عايز تعمل علاقه زوجيه خارج هذا الاطار القانوني يحملها، ده حق. بس عشان اتوقع الحمايه القانونيه انا محتاج لازم اتوقع هذه الشروط فيما يتعلق بالزواج. وذلك التزاوج حكم التزاوج هو سند الحق. بس عشان نطالب بالحمايه القانونيه يقول له لا، انا عشان اريد الحمايه القانونيه عملت تنظيم في اللي كان تعرف الحق بالزواج. انت ما رعاش هذا التنظيم، يبقى انت ليك حمايه عني. انت مثلا في المال ان انا اسمع من الدعوه انها قابله للزواج يعني زواج عرفي، اما بالنسبه للانشاء ذات نفسه مش عربي. بص الفكره الحق في العمل حق من حقوق الانسان، ولكن القانون ينظم الحق في العمل. الحق في التعليم حق من حقوق الانسان، ولكن القانون يعمل ايه؟ ما بيمنعش احد الحق في التعليم. مش نص كده يقول ناس معينه ما يتعلمش، لا يقول لك يا عم في حق في التعليم، ولكن انا بقول لك في مراحل معينه في التنصير في كليات معينه لها مجاميع معينه وحاجات، بس ما يقدرش يمنع هذا الحق. يبقى اذا نقطه جوهريه لا تغيب عن بالك ان حقوق الانسان حقوق بينظمها القانون، اما ينشئها لا هو بينظمها القانون. الحقوق السياسيه حق الانتخاب وحق الترشيح وكلام ده كله حق حقوق من حقوق الانسان، ولكن القانون التي تتمتع بها اول شرط يكون المواطنين. انا عشان اعطيك الحق في حق الانتخاب في جمهوريه مصر العربيه اول شرط كده ان تكون من مواطني جمهوريه مصر العربيه. انت اجنبي انت ليك الحق ده، ولكن تقبل الدستور الدولي ده وتتاخد هناك. لما تعرف الحق في الانتخاب يجعل النظام القانوني يحمي لك ايه؟ يسمح لك بممارسه هذا الحق سواء انت موجود داخل الدوله او خارج الدوله، بدليل عمل بيحكم معك المصريين في الخارج عن طريق السفارات والقنصليات بما بيدخلوا الحق في الانتخاب. ما نقدرش نقول طالما انت مواطن خارج بلد خارج الدوله الحق دي انت انا عامل، لا احنا هنحكم لك تمتعك بهذا الحق. وعن طريق البعثات الدبلوماسيه والقنصليه هتشهد هذا النظام. سيادتك عايز تروح تنتخب تروح والله القنصليه والسفاره في المواعيد المحدده. سيادتك مش عايز تروح انت حر، ولكن احنا سمحنا لك بالتمتع بهذا الحق. لم نمنع لك ولكن في سن معينه حتى تتمتع بهذا الحق. في نفس الوقت عايزين يبقى معاك توصيف رسمي انك تتمتع بهذا الحق وتتمتع اللي يسمح لهم بممارسه هذا الحق، صح ولا غلط؟ يبقى القانون بيعمل ايه؟ بينظم كيفيه استخدام هذا الحق، ما يمنعش. وبيقول لك سن معين عشان تكون قادر على التمييز، هل تاخد سين ولا صاد ولا عين ولا دال. وفي نفس الوقت عشان نتاكد من الموظف اللي موجود انك انت فعلا من عميل الجنسيه المصري عشان يجيب الحق. عشان كل الناس اللي جايه معايا اجانب يقول لي انا ما فيش وظيفه، انا ازاي هدي لك هذا الحق؟ هذا الحق محصور على الوطنيين. انا هقول لك هذا الحق، النظام الطبيعي من كده. قياسا على ذلك كانت حقوق الانسان. الحق في التعبير عن الراي ليك حق في التعبير عن الراي، ولكن في ضوابط. في ضوابط في التعبير عن الراي. ليك الحق في الانتقال من مكان لاخر. مفيش اي مشاكل طارئ، بس خلي بالك النظام القومي بيقول ايه؟ عشان تنتقل من مكان لاخر في قواعد معينه. في مناطق معينه ممنوع علينا الاقتراض يعني القومي يلمنا جميعا مشاكل الخروج ومشاكل الخروج الا لناس معينه. انت ليك الحق في الانتقال من مكان لاخر، بس الجامعه دي عشان تدخلها انت يا قاضي يا ولي امر او بسبب معين متصل بصله بالجامعه.
فبالتالي كافه هذه الحقوق هي حقوق استناد لطبيعه القدره الانسانيه والقانون ينظمها. يبقى العلاقه بين الام وحقوق الانسان عباره عن ايه؟ ان القانون ينظم كيفيه استخدامنا لهذه الحقوق. دي نقطه قضائيه، مفيش حق مطلق. التنظيم القانوني للحقوق بيقوم على فكره كده كيفيه تنظم الاخطاء فيها، تنظيم استعمال الاخطاء بالمعنى الصحيح. نيجي بقى نقطه السادسه، قلنا بقى المشكله الدوله وحقوق الانسان، المشكله بتتعلق بيها. العلاقه بين الدوله وحقوق الانسان عباره عن ايه بقى؟ في حاجه بسيطه جدا، العلاقه بين السلطه والحريه. العلاقه بين السلطه كضروره اجتماعيه وسياسيه وقانونيه، مفيش مجتمع هيعيش بدون وجود سلطه تنظم سلوك الافراد المجتمع ويكون بيدها القواعد القانونيه. هي الواحد ما يجب ان نفعله وما يجب الا نفعله. من اجل تنظيم المجتمع، لان المجتمع بدون سلطه يعيش قوي. مجتمع بدون سلطه يعيش قوي. تخيل كده سيادتك انت مجتمع كده هيعيش بدون شخص يحدد ما يجب ان نفعله وما يجب الا نفعله. لو تخيل بقى كده مجتمع سيادتك كل واحد فينا هيعيش كما يحلو له ولا واحد هيعيش. تخيل كده مجتمع وابسط التصرفات كل واحد فينا هيعيش كما يحلو له. عايز يتمتع بحريات مطلقه وسلطان مطلق، ولا واحد فينا هيقدر يتمتع باي حق من الحقوق. اقول لك على مثال بسيط كده، سيادتك بعد نهايه المحاضره هنتخيل ان شرق بورسعيد ده اتجاهه كده. هنتخيل بقى كل واحد فينا بقى الاتجاهات دي مش محدده. كل واحد فينا عايز يمشي المزاوية، اللي ساكن الناحيه دي عايز يمشي كده، واللي ساكن الناحيه الثانيه عايز يمشي كده، هتلاقينا كلنا وقفنا قصاد بعض. صح ولا غلط؟ هذا الامر. انا بقول لك على مثال بسيط، مثال بسيط جدا كده. احنا طبعا في شوارع اتجاهات كده، في شوارع اتجاهات كده. وده تجد المشكله فين شايفها؟ اما في واحد عايز يخالف ما فرضه القانون والسلطه العامه في المجتمع. اتجاهات مثلا الورود، اتجاهات كذا كذا. ولذلك النقطه الاساسيه اللي احنا ناخد بالنا منها كده، مش حاجه اسمها حق ملحد، مش حاجه اسمها حق ملحد. القانون بيتدخل لتنظيم هذه الحقوق المتمتعه. مصارف المشكلة ايه؟ في العلاقة بين السلطة والحرية. السلطة ضرورة من ضروريات المجتمع، والحرية حق لكل إنسان. وجود السلطة ضروري في المجتمع، وفي نفس الوقت الإنسان عايز يتمتع بحقوق وحريات. دي فيما يتعلق بيسموها مشكلة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي. على المستوى الداخلي ازاي نوفق بين أهمية وضرورة وجود سلطة في المجتمع وبين تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم. هنفهمها تحل المشكلة دي في إطار إيه؟ في إطار من الآفاق الكون إن السلطة ضرورة من ضرورات المجتمع ويجب أن تكون في مدى سلطة حتى يستطيع الأفراد يتمتع بحقوقهم وحرياتهم. وفي الاتجاه الآخر إن السلطة يجب تفهم إن المجتمع اللي حقوق وحريات إن التدخل والتنظيم لا يؤثر على أصل تمتع الإنسان لا يؤثر على اصل تمتع الانسان بالحق. في قيود مفروضه لازم تتمتع الافراد بحقوق، ولكن لا تصل هذه القيود لدرجه ان تنقص اصل تمتع الانسان بالحق. دي النقطه الاولى. العلاقه بين الاثنين دول بقى بنسميها ده مسمى ثاني اسمها ايه؟ دوره المشكله الدستوريه. المشكله دي ليها مسمى ثاني كده اسمها دوره المشكله الدستوريه. مين اللي نظمها؟ الجزء الاول في التسجيل المتعلق بالحقوق والحريات ومبدا سياده الوطن. الجزء الاول اللي موجود في التسجيل المتعلق بالمقاومات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه في المجتمع والحقوق والحريات ومبدا ايه؟ سياده الوطن. هي دي الجزء اللي فيها. دائما وزي ما تجد لما تقرا الدستور المصري 2014 تجد في الاول كده في مقومات المجتمع المصري الثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه. طب المقومات دي هتدينا ايه؟ هتدينا حقوق وحريات. طب حقوق الحريات دي محتاجه ايه؟ مبدا سياده القانون. نيجي بعد كده نعمل ايه؟ السلطات العامه اللي موجوده في المجتمع الشرعيه والتنفيذيه والقضائيه هتعمل ايه؟ هتدير المجتمع من خلال هذه المقومات ومن خلال هذه الحقوق والحريات. فهمت التقسيم ازاي؟ ماشي ازاي؟ اما تبدا بالدستور كده تبقى مقومات الاقتصاد.
اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه. المقومات في كل مجتمع مدني كانت حقوق الحريات. حقوق الحريات وانا سالت حقوقي في اطار السلطات التي تمارس اختصاصها. عشان كده دايما يقول التاثيرات التسابيل. هتقول الله لما تقول حقوق الحريات في الاخر في مشكله لا ينفع. انا لازم المقومات دي في اطارها في حقوق الحريات. وفي اطار الاثنين دول السلطات العامه هتبقى كذا. كان السلطة الشرعية التنفيذية القضائية اسمه تحسين الموضوع التسجيل. لازم نعرف هذا بسرعة. مش ممكن كل سنة مستوى التأخير مرة أخيرة هي زي الوقت بين الاثنين دول. ودي بتبقى واضحة في النصوص الدستورية. نيجي بقى فيما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الدولي مشكلة أعمق بقى. الدولة لها سيادة. مؤسسة الدولة المصرية لها سيادة. مؤسسة الدولة سين لها سيادة. وكل مقومات حقوق الحريات هي على طول كويس جدا. لكن وجود الدوله في المجتمع الدولي تطول عليها مجموعه من الحقوق ومجموعه من الواجبات. فتجد انها مشكله كبيره. ازاي نوفق بين سياده الدوله وبين وجودها كعضو فعال في المجتمع الدولي؟ دي شيء حقوق الانسان. على المستوى الداخلي واضح. على المستوى الدولي المشكله ايه؟ كلها كدوله هي سياده عامله اعتبارات قوميه معينه واعتبارات اساسيه ما اقدرش الغيها نهائيا. وفي نفس الوقت انا موجوده في المجتمع الدولي. لازم الليل فعال نلتزم بالمعايير الدوليه بس في نفس الوقت نعمل ايه للاثنين؟ وجودي في المجتمع الدولي بيفترض نقاط معينه. هذه النقاط احيانا بتتعارض مع اعتبارات السياده الوطنيه. لازم تجنب السيادة الوطنية دي متعلقة بحماية العمل القومي، محتاجة بحماية الأفراد، بحماية المجتمع عنده. دي مشكلة حقوق الإنسان على مستوى إيه؟ الداخلي. طب هل الكلام ده ليه انعكاسات على كده آخر؟ هتقرا المادة 93 في الدستور المصري. دي جبناها من امتحان قبل كده والنصوص اللي بتيجي في الامتحان إحنا ما بنقدرش نحفظ النص، إحنا بنجيبها في مصر، إحنا بنكتبها. انت وظيفه في اطار فهمك طبعا بالمناسبه لما تكون المحاضره السابقه احنا ما عندناش غياب ولا حضور بيحضر يحضر ويجيب 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 الدرجه النهائيه على ما تكتبه في دراسه الاجابه. اما تقرا في الدرجه السجين والدراسه اللي بقول لك مشكله اما اقول لك ارقام ارجوك خلي بالك منها مش تحفظ الارقام بس تقراها حتى لو جات لك تحت الشرح. الماده 93 في الدستور مضمونها بسيطه هنا قواعد احنا بنعملها في المجتمع الدولي ودوله محترمه هنعمل ايه؟ احنا هنلتزم بالمواعيد بالمواصيل والصكوك الدولي اللي احنا والله صدقنا عليه وصار القانون الداخلي بكره الوضع الداخلي. يعني اي حاجه احنا هندخلها وافقنا عليها وخلاص اصبحت مفردات قانونيه مفرده عندنا ملتزمين بيها احنا هنحتاجها. وهنفعلها مش هنفعلها. بس حاجه ما نضمنش بيها. احنا مضطرين ليه؟ لتفكير ممتع ومرافعه الجريمه المنظمه عبر الوطنيه والبروتوكولات اللي معموله مكمله يعني. التطبيق للبروتوكول مانع وقام ومعاقبه اضطرار الاشخاص ولا سيما النساء والاطفال فعملنا قانون 64 سنه 2010 اللي هو قانون مصالحه الذات البشر. التطبيق للبروتوكول الثاني طالب في مرحله تاهيل المواطنين فعملنا القانون ده 82 في 2016 وصدر في نوفمبر 2016 اللي فيه اسمه ايه؟ قانون مكافحه الهجره غير الشرعيه وتهريب المهاجرين. احنا انضمينا هنا فبدانا نفعل كده. اما غير ذلك احنا وهكذا في ليس كنا بنلتزم بالمواعيد بالمواصيل بالصوت بالحقوق الانسان مش عندنا مشكله خالص. بس الشرط اللي انا منتظر ايه؟ Thank you.
نيجي بقى في النقطة الأخيرة، الدستور المصري وحقوق الإنسان. فيما يتعلق بالدستور المصري وحقوق الإنسان، إحنا في مجال دراستنا في نصوص معينة أو حاجات نتطلب بيها بيان. إذا لو تتبع الدستور المصري المتاح عن القوانين الموجودة في الحكاية عنها، الدستور المصري 2004 هتجد بيان. أنا عايز أبدأ الجزء ده المقومات الاجتماعية. إحنا خلي بالك ستة أصعب شيء في الحياة أن تكون معلومات رجل العلم معلومات سابقة. لازم تبقى معلومات دي في خلال القراءة، في المصدر الأول للمعرفة القراءة. سبحان الله، طب الأمر الأول اللي هو التأليف تقرأ. صح؟ دي أول حاجة نزلت تقرأ بدليل أن القراءة بيزيدها تجيب معلومة صحيحة. القراءة تجيب معلومة صحيحة، مش أنت سمع. لا. فأنا عايز الإنسان ده عشان الجزء الأول موجود عندنا في الكتاب بسيط جدا، وأنا موجود حتى في الكتاب، هتقرا في الدستور المصري الجزء الأول المعارضة للمقاومات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وكذا، وبعد كده عندنا روح حريات. عندنا نصوص معينة نخلي بالنا منها، تبقى موضوع أساسي. عندنا نص المادة 11. نص المادة 11 المتعلق بيه للدرس في الشرح بتاعه، المتعلق بمسألة إيه؟ اللي هو مبدأ المرض والمساواة مكافحة العنف ضد المرض موجود في الكتاب، الموجود اللي موجود في الكتاب. عندنا المادة 89 و79، عندنا المادة 64، عندنا المادة 93 احنا قلنا عليها عشان نعرف الكلام كله ده. مكافحة الضرائب البشر والبشر 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 والبشر. لو شفت احكام ضرب العقوبات عشان تحمي حق الحياه وحق سلامه الجسد ما حكمش قياسها على زي ما شوف كل القوانين احنا درسناها، وما تقدرش تفصل الحمايه القانونيه على حقوق الانسان. مش حاجه اسمها حق مصر، مش حاجه اسمها كده خالص. ما تقولش ان في حق التعبير عن الراي والصفه والقرار، هما بيقولوا ايه هو حق التعبير عن الراي؟ انت عشان ما تقولوش الاخرين. انت ليك حق التأليف العلمي انت حر، بس ما تكتبش افكار تؤدي الى اثار معينه سلبيه طبعا سلبيه ممكن ان تتابع. هي مشكله خالص. دي نقطه قياسيه. دي الجزء الاول من المحاضره. يبقى كده فهمنا طبيعه حقوق الانسان. الجزء الثاني من المحاضره يتفسر حول الموضوع والمعاني البسيطه جدا. ما المقصود بالاضراب البشري؟ ما المقصود بالاضراب البشري؟ تابع معايا عشان كده احنا قلنا في المحاضره
طريقة انت هتكتب في اللي انت فاعله في المنهج اللي انت فاعله. كل محاضرة تتضمن عناوين معينة، العناوين دي معلومات موجودة عندك في الكتاب، أنا بجمعها مع بعضها بحيث نعيد صناعة هذا الكتاب مرة أخرى. لو قلنا الواحد يكتبه مرة تانية هيكتبه بطريقة، ممكن تتمد المعلومات ويكتبه بطريقة تانية عشان ما تحفظش. إحنا بنصحح من خلال المعلومات، من خلال المعلومات اللي فيها أخطاء. وصلت الفكرة؟ أنا طبعا الكلام اللي قلته في المحاضرة السابقة يعني الشيخ كان مننا يعمل في البدايه اول محاضره في احد زمايله في الاخر اول. نيجي بقى في الميه الارض اللي احنا عندنا في الدستور المصري اللي عندنا الماده 39 الماده 64 الماده 60 كمان انا موجود فيها. تاني حاجه عندنا القانون 64 لسنه 2010 في القانون بشان مكافحه الضرر البشري. عندنا تعديلات جزئية في بعض القوانين ذات الصلة، تعديلات جزئية في بعض القوانين ذات الصلة. في سنة 2008 في تعديلات تم في قانون العقوبات وقانون العمل وقانون الدولة في مقتضى قانونية 26 في سنة 2008 تعديلات تم. هذه التعديلات دي على سطور القانون 16 تعديلات تم في شأن إيه؟ كان بعض الوصول وتعديل عشان مكافحة الضرر البشري. يمكن يتعلق بالإشكال القانوني لمواد الضرر البشري في داخل وزارة القوى المصرية. عندنا مواد دستورية مادة 89 وحالية الشرعية. هنشرح حاجات كل التنظيم الدولي. عندنا مواد الإشكال 5 قانون 64 سنة 2010 عشان مكافحة الضرر البشري التنفيذية. وعندنا مين؟ تعديلات لبعض القوانين ذات الصلة. طب ايه موقف القانون المقارنة بقى؟ موقف القانون المقارنة. القوانين المقارنة اتخذت باتجاهات في بعض الدول، في بعض الدول وضعت قوانين خاصة، قوانين مستقلة لها بشأن مكافحة الضرر البشري، أو مكافحة الضرر الأشخاص. مثال في المنطقة العربية مصر، البحرين، المملكة العربية السعودية، بس ما سلمتش مطاح كان تحت السلام المطاح نظام مكافحة الضرر والأشخاص. عمان بعض الدول. في دول تانية عملت ايه؟ في دول عملت قوانين مستقلة تطورهم كذا لسنة كذا بشأن مكافحة الضرر والأشخاص وكذا الوسط زي ما انت عارف. في قوانين عملت ايه؟ اعتاد التعديل على قانون العقوبات وأدراك في قسما أو بابا أو فصلا متعلق بمكافحة الضرر الأشخاص أو الضرر البشري. من مناهج من الدول العربية اللي خدت بهذا المنهج عندنا لبنان وعندنا الجزائر، معلش قانون مستقل ولكن ده على قانون العقوبات وأدخلت فيه باب قسم فصل متعلق بهذا الأمر. ودول طبعا من يعني اكثر الدول المتاثره بالنظام الفرنسي اللي عمل فيها القانون الفرنسي. خلاص كده؟ عندنا دول ثانيه عملت ايه بقى؟ قالت لك لا، في والله في علاقه بين الضرر البشري وتحليل المحللين. من عندهم قالت لك اعمل ايه؟ اعمل قانون بشكل مكافحه الضرر البشري وتحليل المحللين. من ضمن هذه الامثله ايه؟ حكمه. عمل قانون مستقل بس جمع الاثنين مع بعض. احنا بالنسبه لمصر عملنا ايه؟ عملنا سنه 2010 عملنا قانون 64 سنه 2010 بشان مكافحه الضرر البشري. وجينا سنه 2016 في نوفمبر بالذات يعني المفروض كنا مدنيه قانون 80 سنه 2016 قانون مكافحه التهريب المعلمين او 280 سنه 2016 الاثنين صاروا مع بعض ورا بعض في نوفمبر 2016 كنا مدنيه 81 2016 رقم 82 لسنة 2016 عشان انا اسف اقول ارقام احنا عارفينها يعني وتسلسلها جاي ازاي. عملنا بيه قانون مستقل لمكافحة تهريب المعلمين والهجرة غير الشرعية. القانون ده عمل ايه في علاقته بالإنسان البشري؟ غير المادة 28. نلغى المادة 28 في 64 وعملنا ايه؟ صيانة تانية. هنشرح الحاجات دي بس هحكولك على المواجهة اللي بتتشكل.
لا تقصر في مرحلة صعبة من التنظيم التشريعي أن نبارك بمحافية التعليم المعادلين والدربة زي ما احنا عملنا سابقين في التعليم. يبقى دي قدر المواجهة قدر المواجهة التشريعي فيما ينهضر في الدار في المحافظة. طب المصطلح ده المصطلح عايزين نحدد المصطلح شو بس في بعض الدول استخدم المصطلح الدار البشر في بعض الدول استخدم المصطلح الدار البشر بكل صح المصطلحين مترادفين وموجودين ولكن احنا عارفين الاشخاص نظر القانون من اشخاص طبيعي اشخاص اعتبار فالاصح من الناحيه اللغه القانونيه للضرب ضد البشر على اساس ان البشر غير شخص الاشخاص الطبيعيين دول بيكونوا في محل ذكر وصلت الفكره ولكن الاثنين موجودين ده في اساس ان في بعض دول سبب مصطلح ضد البشر وبعض دول سبب مصطلح ضد البشر بيرجع لسبب بسيط ان الفكره ما تعرفش دائما المصطلحات الوطنيه كان ليها اهداف للولايات مكمله ليها منها البروتوكول في الامم المتحده سنه 2000 لمنع وقف ومعاقبه ضد الاشخاص اما الناس انضمت الدول انضمت للاتفاقيه وانضمت للبروتوكول فجت تعمل التزاماتها بقى تنفذ التزاماتها على مستوى الداخل وتعمل قوانين حتى لو بتطبق نظامها القومي الداخلي مع النظام القومي الدولي مع طبق الاتفاقيه والبروتوكول فاحتفظت بالمسمى قيل لك والله البروتوكول جسم البروتوكول من وقامه ومعاقبه اختار الاشخاص فانا لما اعمل قانون اعمل ايه؟ قانون ايه؟ معاقبه اختار الاشخاص القانون بعض الدول الاخرى عملت ايه؟ قالت لا انا فعلا هعمل قانون على سياق المواجهه الدوليه ولكن انا سوف احترم خصوصيات اللغه القانونيه الداخليه عندي. احنا طبعا قلنا لا احنا مش هنقول المعاقبه ضد الاشخاص لان الاشخاص في مصدر القانون قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص اعتبار واحنا عارفين فاحنا لازم ايه؟ نعمل مثال قانون 64 بشكل مكافحة للإدارة للبشر. خلاص كده؟ ولكن المسمى الثاني موجود في دول كتيرة جدا. في المملكة العربية السعودية نظام مكافحة للإدارة للأشخاص مثلا. تعديلات القانون الجزائري وتعديلات القانون للبنان نظام ومعاقبة للإدارة للأشخاص. فالاثنين مترادفين وما اعرفش اعمل ايه؟ وما اعرفش اعمل كتيرة. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه مقصود بالاداره بالاشخاص او بالدار البشر. شوف بقى اجازه بسيطه عشان تعرف هذا الامر احنا اشتغل على الجيل. اشتغل على الفن بيننا كده وراء بين عسكري الناس عشان كل فيه ادراك للبشر او دول يسموا مسمى ادراك الاشخاص بتاعي. لان في مجموعه افعال الأفعال دي تم استخدامها من خلال مجموعة وسائل تبهنا في شأن تحقيق غرض معين يبقى عندي الأفعال ووسائل وغرض معين مسألة بيع بيعترف الناس مسألة التعامل بالبيع تم من خلال ايه؟ الانسان اللي انا بعمل من خلال ايه؟ ان انا استغليت الحاجه بتاعته حق الهدوم او حاجه فاهمه ان هم ايه هيبيعوا عندهم. يا اما استغليت سلطتي عليه ان انا واجب بالنسبه لي. يا اما استغليت السلطه بتاعتي من اجل الاغراض الى يا اما الشخص ده اللي هو الانسان اللي هو على انسان من خلال مجموعه وسائل من اجل الغرض الاستغلالي بقى يا اما الابقاء في العمل يا اما الابقاء في الجنس يا اما الابقاء في الاعضاء. ثلاث حاجات اذا الغرض الاستغلالي الغرض في الاستغلال سيبنا الناس استغل مجموعه من الاطفال من اجل التسلل التسوق في حد ذاته معاقب عليه ولكن المشكله ايه؟ ان واحد جاب مجموعه من الاطفال راح وزعهم على الشراط يتسولوا في اخر النهار ياخد منهم الفلوس وهكذا. اما واحد لوحده
طلع من بيت وقال ان انا هاخد اشاره يا جماعه ينطبق عليه التساوي. لما واحد شغله يبقى ليه جريمه الضرب سيب لنا عامل ايه؟ قوي في المستشفى عارف ان عنده ناس محتاجين اعضاء بشريه البلد هو يعرف بلد كبير فبينزل يقول للناس بالمناسبه انت عايزين يعني 10,000 جنيه وانا اخد منك جزء من كذا جزء من كذا ونسيج معين وعلى كذا وجاب الناس دول استغل حاجتهم وسيله استغلال الحق وسلموا من مستشفى معين البديع طبعا ممتلك جريمه للضرب اعضاء في البشريه زي الواقع اللي معروف في الخيال استنادة للمرأة.
الضرب استنادا للمراه، بقى الحكومه الاقتصاديه ما بدلاش حق في المراه استنادا للمراه، يبقى نقطه المراه كل فعل يشكل اجتهاد حقوق المراه استنادا للمراه، لانها خصومه الانسانيه لا حقوق، ولكن بيتم الاحتلال على هذه الحقوق استنادا انها استنادا الى البيت استنادا الى المراه. نيجي بقى صور العنف ضد المراه، صور العنف ضد المراه. ثالث من أغلب صور العنف ضد المرأة عندنا في العنف البدني. بيبدأ من الضرب لغاية الفعل. ضرب بسيط كده، لغاية واحدة ضربة في أعمال العنف ضد المرأة، من الضرب البسيط لغاية الفعل خالص يوصل لمرحلة الفعل. عندنا العنف الجنس. يبدأ من التحرش البسيط للضرب لغاية الفعل. لغاية أقصى حاجة في الانتصار. ما هو عمال بقى ماشي للصور كلها. عندنا العنف الانتصار. فكرته بسيطة إيه؟ وده أقصى صور العنف انتشارا من ده. مش كل الناس بتضرب النساء، مش كل الناس يعني بتتحرش بيهم. مش كل الناس بتوصل لمرحلة، كل الناس مش بتعرف. بس العنف الانتصاري ده مشهور جدا. ويمكن في اعلى المستويات الانسانيه اعلى المجتمعات تختلف اللي هو العنف اللي ايه؟ حرمان المراه من حقوقها الاقتصاديه. ليه اصلا نفسي قريب جدا؟ زي مثلا مسائل المواريث. مسائل المواريث ثابته زي الشمس ومحدده بالمجتمع. نروح مع عنفهم وسبحان الله عز وجل انت لو رجعت شفت المثال بدات من الراي البسيط توصيل منتهى في الاخر التشكيل المواريث تبدا الله لا تعتبرها هتبقى صوت النساء هتشوفها اول ما كانت في المواريث في الاول ايه فيها يعني صله عظيمه في الاخر بقى ايه بقى خلي بالك بعد كل ده بقى يمكن تقول الله لا تعتبرها بلاش بقى ايه يعني في الاول تمشي في الكلام ده هتعمل نفس الوقت فعلا المجتمعات انت بتكون تسال الناس على مستوى اعلى عالي جدا من الثقافه والتعليم انت هتدي البلاغه في مواريث ولا لا؟ احنا عملتها وفعلا علينا بهذا ولا هذا. كانوا بيحبونا نسمعه ولا لا؟ نسمعه على كل تجد انسان كل كده كده يعني الرجل لا يرحمه تلقى في كل الاموال باسم الله الذكور وبلاغه صديق لو واحد عنده ارض في طريق صحراء وهو ساكن في اسكندريه اللي في كيلو 180 من القاهره خلي بالك او 210 من القاهره اداها للبنات. مش الواقع احنا عارفينه ولا ايه رايكم؟ هتلاقي هذا وخلي بالك هذا ليس على مستويات كتير معينه انت معاك انت ممكن في ناس على اعلى مستوى من الثقافه والعلم والوظائف يبقى ممكن اللغه دي حاجه ثانيه في المجتمعات الزراعيه أصعب ما يمكن أن تعطي المرأة من مصر عقار. يقول لك إزاي؟ أنت أعراض الزراعية إزاي؟ أي واحد غريب يمشي في الأرض وبين له الأرض وجالب ولادي ما أنت زوجك بزوجة كلمة غريبة بالنسبة لي صح ولا غلط؟ ولكن مهما ناقشنا فيه هو عقار هو عقير جدا مش الواقع ولا غير الكلام ده صحيح؟ دي الحكم الاقتصادي اكثر صور الهم اكثر صور ايه؟ في بقى نوع تاني اسمه العنف القانوني. العنف القانوني ان القانون ذات نفسه بيتضمن نصوص بتحد من حقوق المراه استنادا لانها امراه. ولكن التمييز اللي جاي من الواقع المسموح بيه ان القانون ذات نفسه يمنع لها وظائف معينه، يمنع لها اكتساب حياه معينه. دي بيسموها العنف القانوني استنادا للنص القانوني. اما لو في بقى تمييز ايجابي احنا بنتكلم على تمييز سلبي، لو تمييز ايجابي مش مشكله دليل عمل انت لو طلعت على قانون العمل هتلاقي في قواعد خاصه بالنسبه لتشغيل النساء. ولا في كذلك بالنسبه للمراه حتى من كذلك بالنسبه للرجل استدادا لطبيعتها الانسانيه. صح ولا غلط؟ وفي نفس الوقت لا تؤثر لا على مركزها الوظيفي ولا حقوقها ولا التزاماتها. هتلاقي ساعات العمل ممكن بتنقص
بعض الأحوال بالنسبة للنساء زي التأمين الرجالي. بس لما أقول في مصر مع محصول أعمال معينة لسبب معين يبقى طبعاً في بقى النوع الأخير اللي هو العنف النفسي في تحقير من شأن المرأة. طبعاً بيبقى التداول وموجود في كافة صور الامتحان. ما في الصور دي زي الرجال والبشر بالظبط ما تقدرش تكون مجتمع معين خالي منها ومجتمع معين منتشر في البعض. هي بتختلف نسب موجوده في كافه المجتمعات والاحساس يمكن يكون كده بالمعنى التبعات تزيد احيانا في المجتمعات المتقدمه على المجتمعات الاخرى. كان المجتمعات المحافظه برضه فيها قواعد معينه لتحدي من هذه الصوره. فتجد العنف النفسي اللي هو متعلق بايه؟ من شان المرأة وهكذا. كافه الصور دي كلها بتولي العنف النفسي. انت مش هتقدر واحدة ولا سعيدة ولا سيدة تستريح صح ولا غلط؟ فكل صورة من الصور دي بتولي ايه؟ بتولي هي العنف النفسي بالمعنى ده. احنا كده انتهينا ليه؟ انتهينا الى ما يلي. لو جبنا نص المادة 11 تمام بقى معايا بقى. لو جبنا نص المادة 11 المادة 39 السؤال انت عايز تتفكر فيه مين اقول الناس دي السؤالتين مفرد من شرح النهارده مين مره عايز يتكلم عن مادة 93 اللي بيقول احنا دولة تبتزل بحقوق